قال لك انا تبحث اليات دراسه مروريه علميه لتحقيق سيوله بالشوارع. عايزك تقرا كده تاني، انا تبحث اليات دراسه مروريه علميه لتحقيق سيوله بالشوارع. اتحداك تعرف هم بيتكلموا عن ايه. قال لك السيد المحافظ اللي هو اشرف الداوودي النهارده عمل اجتماع مع السادة المسؤولين، اللواء فلان واللواء فلان والعميد فلان والضابط فلان والنقيب فلان، وقعدوا حوالين الطاولة المستديرة وقال لك بنبحث آليات دراسة مرورية علمية لتحقيق سيولة في الشارع، اللي هو أي حاجة في كيس يعني. لو احنا شغالين، طب شغال بتعمل ايه؟ ببحث. بتبحث عن ايه؟ عن آليات هتعمل بيها ايه؟ هعمل بيها سيولة مرورية في محافظة هنا. احنا ندور على الآليات اللي بيبحثوا فيها، لقينا مليارات مدفوعة لحد النهاردة، 4 مليار جنيه على الأقل للطرق والكباري في هنا خلال 3 سنوات، منهم إنشاء وإزدواج طريق، الإنشاء وإزدواج الطرق في هنا، وطريق الزراعي مصر أسوان مش عارف 12 كيلومتر داخل هنا، ورصف طريق في نجع حمادي بتكلفة 15 مليون جنيه، ورصف شوارع بطول 13 كيلو متر في نجع حمادي. شايف شوية الـ يعني النسريات دي؟ طريق زراعي 12 كيلو متر، طريق في نجع حمادي 15 مليون تكلف 15 مليون جنيه، ورصف وطريق 13 كيلو متر في نجع سعيد بقنا، كل ده كلفوه كام؟ كل ده كلفوه 4 مليار جنيه في قنا لوحدها. النهاردة سيادة المحافظ بعد انفاق ال 4 مليار جنيه اللي بيكلموا عنهم لسه بيبحث آلية، مش هقول لك تاني عشان نسيت، آلية دراسة مرورية علمية لتحقيق سيولة بالشوارع. اللي هو لو جبت سيادة اللواء المحافظ وسألته ايه معنى الكلام اللي انت بتعمله ده، اتحداك واقطع ايدي من هنا لو كان فاهم البقين دول معناهم ايه. لو جبت السكرتير العام حسام حمودة ومش عارف عبدالله ابو خضرة وفلان ورئيس مديرية الطرق ورئيس الوحدة المحلية والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور هنا والعميد مش عارف مين، أتحداك يفهمونا معنى الاجتماع اللي كانوا بيعملوه النهاردة، واللي طلع بيان رسمي من ديوان عام المحافظة بيشيد وبيسمن ما حدث النهاردة في محافظة هنا من حل مشكلة المرور. وبالمناسبة ده مش النهاردة، ده الكلام ده من 2015. عارفين ده مين؟ ده سيادة اللواء عبد الحميد الهجان اللي هو النهاردة محافظ القليوبية، من زمان من 2015 من أيام ما كان محافظ هنا، وهو بيقول لك خصصنا 52 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الطرق بمدن هنا. والمحافظ الجديد بقى بعد 8 سنين و4 مليار جنيه، جه المحافظ الجديد اللي هو أشرف الداوودي عشان يتفقد الطرق اللي تم رصفها في عموم هنا ويتأكد ان الفلوس اتصرفت في مكانها، او يتأكد ان الفلوس كلها اتصرفت، ويتأكد ان احنا الحمد لله صرفنا كل حاجة والدنيا زي الفل. تيجي تبص على اهالي هنا، بص مثلا على بعض القرى، قرية الخوالد مثلا في هنا، تلاقي لحد النهاردة الناس دي بتطالب برصف الطريق. عندنا كمان قرية الصبريات بدشنا بيطالبوا أيضا برصف الطريق. أهالي الشرق سمهود بيطالبوا برصف الطريق. معنا فيديو اهوت لنجع البحورة في هنا، والناس دولت بيقولوا إن النجع بتاعهم كله بلا طريق بقاله النهاردة سنين، بيموتوا لو حد فيهم تعبان ما بيعرفش يطلع يوصل المستشفى. نتابع هذا الفيديو. احنا كنا نتضرر من وجود مسقى زمان كان مهجور من قديم الازل. بعد كده الجماعه دول جو عاوزين يكحتوا مزقه واراضيهم كلها مرويه، وعاوزين يكحتوا المزقه، واحنا وقفت اهل البلد كلها منعتهم. ما فيش ارض مكان مرويه. تمام حضرتك؟ ما فيش ارض مكان مرويه، وما فيش ولا حاجه، دي طريق عام فيها كابل كهرباء وميه شرب،
قطع الطريق ده بيمثل ليكم ايه، او ايه الصعوبات اللي انتوا بتواجهوها هنا في القصر ده؟ في قطع الطريق، في قطع الطريق احنا فيش اي عربيه داخله من البلد ولا اي حاجه، هم جو قطعوا الطريق قال ما فتحتوش المزقه، هم ليهم بيت اول البلد قدامه فحطوا الطريق قطعوها. كانت عدي عربيه. نفس المشكله دي موجوده مثلا في الحله بقنا، اللي هو احنا يعني ايه هناخد نماذج كده، مش هكلم حضراتكم عن إن المركز، لأن هنروح نشوف بس الأربعة مليار اللي بيتكلموا عنهم دول عملوا إيه. الناس دي بيطالبوا وبيحلموا برصف طريق. قرية الحلة بقنا بيطالبوا الحد الأدنى من الخدمة المقدمة هو إن الطريق يبقى مرصوف، لكن الحكومة النهاردة رغم إنها قالت لنا إنها مخصصة 82 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بقرى قنا من 2019، المفروض الفلوس دي اتصرفت يا سيادة اللواء ضمن الأربعة مليار، يا معالي اللواء ضمن الفلوس الكتير اللي كلمتونا عنهم يا سيادة المحافظ. ورغم كده المواطن لحد النهاردة بيدور على طريق مرصوف. أقول لكم على طريق كده المفروض بيربط نجع حمادي بأرمنت، بطول 26 كيلومتر اللي هو يعني فركة كعب. طريق ده النهاردة بقاله أكتر من 8 سنين شغالين فيه مش عارفين يكملوه. 8 سنين النهارده اهو ابناء الصعيد بيطالبوا بالانتهاء من طريق نجا حمادي ارمنط بطول 26 كيلو متر، الحكومه شغاله فيه بقالها 8 سنين لحد النهارده مش قادرين يخلصوه، رغم وعدوا سياده اللواء ان الطريق هينتهي في 2021، والطريق ده مصروف عليه حتى الان 260 مليون جنيه. شوف بقى بعض هذه الاخبار. اهالي نور الدين في قنا بيطالبوا برصف الطريق. معانا فيديو من قوس وشكوى لاهالي قوس يعني كلهم من تهالك الطرق وعدم وجود اهتمام بشبكه الطرق في قوس بينا. نتابع هذا الفيديو. الطريق يا باشا بايظه خالص، مسات خط الغاز كلها اتكسرت ومطبات زادت، وكل يوم وتاني نخش الورش بسبب الطريقه. يعني متهالك لابعد الحدود بشهاده السواقين، بشهاده مواطنين، بشهاده الناس كلها. وكان متهالك وزادوا يعني زاد اتلافه زياده من ساعه ما حفرت فيه شركه الغاز. الطريق نفسها وحشه خالص، كل يوم عند الميكانيك والعبشه ادوب ملاهمين العربيه بسبب الطريق، وبتحصل حوادث بسبب الطريق. والطريق مكسرة خالص وكلها بور في الطريق، كنت محمل وبسبب ان في بور على الطريق اللي هناك اتكسر عمود العزل. ده كلام الناس اللي بيسألوا راح فين 4 مليار جنيه صرفوا على الطرق والكباري بند واحد في محافظة قنا. يقول لك العربيات باظت واللي بيعيا ما بنعرفش ننقله، واذا الدنيا شاتت البلد بتتحول لبركة مية. طب سيب يا سيدي الطرق، ممكن حد يقول لك يا عم انت بتتكلم عن عزب ونجوع الطرق فيها ترابيه، تعال نتكلم شويه عن الكباري. احنا بلد بتعمل طرق وكباري على نفسها شويه وهيعملوا كوبري لكل مواطن، ده في القاهره طبعا بعض الاماكن اللي مرضي عنها، لكن في سوهاج كوبري مثلا، كوبري الشرق في نجع حمادي، كوبري ده متهالك، او في خبر قبله يا شباب اللي هو تهالك كوبري نجع اخزام، صح كده؟ مش موجود. طيب نجع اخزام عندهم كوبري، نجع اخزام دول تبع قوس، عندهم كوبري بيقع والاهالي بيطالبوا بترميمه، ده كوبري نجع اخزام. عندنا كوبري تاني اللي انت كنت حاطه بقى، حط لي الخبر بتاعه، ده كوبري موجود النهارده في نجا حمادي، وده كوبري تاني كوبري الشرق في ايضا في نجا حمادي. رغم ان محليه النواب قالت انها بتناقش طلبات احاطه بشان تاخر رصف الطرق بمحافظه قنا. الكلام ده في مايو اللي فات، يعني قبل كام يوم، يوم 15 مايو، قبل كام يوم، امبارح تقريبا، صح كده؟ حالية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر رصف الطرق بمحافظة قنا. تعالي لي بقى عشان نسأل سؤال. لما النهاردة أو امبارح اللي هو الاثنين أول امبارح، محلية النواب بتناقش طلبات إحاطة مقدمة بشأن تأخر رصف الطرق في قنا،
ليه محليه النواب ما سالتش سياده المحافظ سيد وزير النقل ساده المسؤولين في هنا راحوا فين الاربعه مليار جنيه؟ لكنهم ناقشوا، قال لك بنناقش، وبعد كده محليه النواب وصت، محليه النواب توصي بحل، احنا عدينا بقى الموضوع ده، محليه النواب توصي بحل مشكلات رصف الطرق اهو، لدرجه ان حصل مشاده كلاميه ما بين السيد رئيس لجنه المحليات في مجلس النواب اللي هو احمد السجيني والسيد عضو مجلس النواب عن هنا، لما عضو مجلس النواب بيسال البرلمان ليه احنا مشاكلنا ما بتتحلش وليه احنا منسيين ومتسابين رغم كلام الحكومه انها صرفت مليارات، فقام قال له سياده النائب اللي عامل نفسه وزير يعني او كبير الحته في مجلس النواب، قال له لو قادر تحل مشاكلك ما كنتش هتجيلي. امال انا شغلتي ايه؟ ما انا شغلتي لما المشاكل ما تتحلش، لما الازمات توصل لحد ان كل يوم عندنا حادثه، توصل لحد ان المواطن الكوبري معرض يقع في اي وقت، وتوصل لحد ان احنا بينضحك علينا ويقولوا صرفتوا علينا 4 مليار جنيه، لازم اسال. لكن سياده النائب رئيس محليه النواب شايف ان حتى النواب مش من حقهم يسالوا في البرلمان اين ذهبت اموال الحكومه، وليه حتى الان المواطن في هنا مش لاقي كوبري ولا لاقي اسفلت مرصوف يمشي عليه.